بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نفتكر مع بعض يا مستر ازاي كنا بنكتب الميكسد نمبر. الميكسد نمبر يا مستر حضرتك، مش بعد انا هكتب 3 نمبرز. حضرتك اول حاجه بتعمل فراكشن بار، بتكتب الدينومينيتور بينزل زي ما هو ما فيش اختلاف، يبقى انا هكتب ال 3 اللي في الدينومينيتور ده ما بتتغيرش معانا السنه دي، فانت لازم تبقى عارف ان ال 3 دي هتنزل 3 زي ما هي، وهتبدا تمشي التايم تيبل لل 3 لحد ما توصل لاقرب حاجه لل 17، 3 6 9 12 15 18. لا ال 18 اكبر، فارجع لل 15. 3 تايمز كام يدينا 15؟ هتقول لي يا مستر 3 تايمز 5 ب 15. طب ال 15 هزود عليها كام عشان تبقى 17؟ ده هتقول لي اشتركوا هزود عليها 2، هتبقى عباره عن 5 and 2 thirds. دي طريقه الميكسد. طب يا مستر الامبروفر، الامبروفر ده اسهل حاجه في الدنيا، انت هتعمل فراكشن بار وطبعا الفايف مش هتتغير، ونعمل هنا تايمز وهنا بلس، وطريقك من تحت لفوق يا جميل، هتبدا تقول 5 تايمز 3 ايكوالز 15، ال 15 هزود عليها 2 بلس 2 هتبقى ايكوالز 17. مستر النهارده مع بعض يا مستر هنكمل بقيه الليسون. طبعا انا سبت الريبريزنتنج فراكشن وسبت جزئيه صغيره كده في الامبروفر هنتكلم فيها النهارده. طبعا يا مستر احنا اتفقنا مع بعض ان البروفر فراكشن النيميريتور ليس ذان الدينومينيتور، و الامبروفر اتفقنا مع بعض ان النيميريتور مور ذان الدينومينيتور اور ايكوال، بقى هنا ام اور ايكوال، يعني حضرتك ممكن ان النيميريتور والدينومينيتور يبقوا قد بعض، ودي بتبقى اكسبشن لحاجه واحده بس اللي هي الوان هول. الوان هول ده ولاد عباره عن 2 اوفر 2، 3 اوفر 3، 4 اوفر 4، اي رقمين فوق بعض شبه بعض. يعني لو جيت قلت لك هنا 5 اوفر كام يدينا وان هول؟ هتقول لي 5 5 5 اوفر 5 5. طب لو جيت قلت لك هنا كام اوفر 9 يدينا وان هول؟ 9 9 يبقى 9 اوفر 9. حلو جدا يا مستر. طيب انت بتعرفني الكلام ده ليه؟ لان اي هول في الدنيا يعتبر امبروبر فراكشن. ازاي؟ تعال افهمك. انا لو جبت لك هنا 2، ال 2 ده هول، ال 2 دي تعتبر هول، هل دي فراكشن؟ اه يا مستر فراكشن، واحنا ما نعرف. طب ازاي؟ ما انا لو عملت لها فراكشن بار وكتبت تحت 1، دي اكن 2 ديفايدد باي 1 اللي هي بتطلع ب 2. طب الحاله اللي معانا دي ايه؟ النيميريتور مور ذان الدينومينيتور، النيميريتور اللي فوق اكبر من الدينومينيتور اللي تحت، يبقى ده يا مستر الفورم اللي قدامنا دي تعتبر امبروبر فراكشن. يبقى انا لازم ابقى عارف ان انا لو جالي هول زي 3 انا ممكن اكتبها فراكشن 3 اوفر 1 اند سو اون. خلاص؟ يبقى انا اي هول ده يعتبر فراكشن اوفر كام؟ اوفر ال 1. طيب يا مستر انا هرجع معاك لجريد 3 وهنتكلم شويه مع بعض في درس من الدروس المهمه جدا اللي هو مش فاهم. ايه تاني؟ قول مين اللي مش فاهم؟ أنا حسن ايه اللي مش فاهم؟ 3 اوفر 1 يا حسن مش فاهمها؟ مش فاهم، يعني الجزئية دي مش فاهم. حضرتك هنا يا حسن انا لو قلت لك 3 ديفايدد باي 1 ايكوال كام؟ 3 3. حلو جدا حبيبي. الديفايد دي انا ممكن اغيرها واخليها صوره فراكشن، الفراكشن ده يعتبر صوره من صور الديفايدد باي، الفراكشن ده يعتبر ايه؟ صوره من صور الديفايدد باي. يعني اكن هنا 3 اوفر 1 دي لو انا بقول لك 3 اوفر 1 معناتها 3 ديفايدد باي 1 اللي هي هتطلع بكام؟ ها اللي هي هتطلع ب 3. يعني لو جيت قلت لك هنا 4 اوفر 1 ايكوال ايه؟ 4 زي ما هي، اكنك بتقول 4 ديفايدد باي 1. يبقى انا مستر انا هرجع للاصل، بدل ما هكتب ال 4 هكتب 4 اوفر كام؟ 1. علشان كده مستر اي هول في الدنيا يعتبر ايه؟ امبروفر. اي هول في الدنيا يعتبر بالنسبه لنا ايه؟ امبروفر. طيب امبروف. خليك بقى فهمت كده حسن؟ تمام. مستر تعالى نتكلم مع بعض على الايكوافالنت فراكشن. الايكوافالنت فراكشن يا مستر اولاد، مبعتها مستر. طيب خليك معايا. الايكوافالنت فراكشن يا اولاد هي معناتها ان في تو فراكشنز
قد بعض، منهم علامة ايكوال، ان هما الاثنين نفس الفاليو، نفس القيمة. ازاي يا مستر؟ حضرتك هنا انا لو جيت قلت لك حبيب قلبي انا معايا سيركل وعملت لها ديفايدد انتو تو ايكوال بارتس، وقمت عامل هنا شيد لوان بارت، وقلت لك الفراكشن اللي عندي ده هيبقى كام اوفر كام؟ حد يعرف؟ 1 over 2 1 اوفر 2. 1 اكسلنت، 1 اوفر 2. طب يا شباب انا لو جبت ذا سيم سيركل وعملت لها ديفايدد انتو تو ايكوال بارتس وعملت شيد لوان بارت، الفراكشن اللي معانا ده يعتبر ايه؟ 1 over 2 يعني التو شيبس اللي قدامنا دولت يعتبروا قد بعض؟ طيب حبيب قلبي انا لو جيت قمت راسم لاين كده هيفضلوا قد بعض ولا مش قد بعض؟ دي تعتبر كام اوفر كام؟ 2 اوفر 4 2 اوفر 4. اكسلنت، 2 اوفر 4. بكتب كده شيدد وتحت علامه كلهم اللي هي 2 فورث. جميل. لو سالتك بقى الهاف والتو فورث هل هم قد بعض ولا مش قد بعض؟ مش قد بعض مش قد بعض مش قد بعض يعني. طب ثواني ثواني، انا لو جيت قلت لك هنا انا ملون لا مش قد بعض هم قد بعض يا ولاد، هم قد بعض. ليه قد بعض؟ تعال اقول لك، انا ملون قد ايه من السيركل ده؟ نصها بالبلدي كده، احنا ملونين قد ايه؟ نصها. وهنا ملونين ايه؟ نصها برضه. هل الخط اللي انا عملته بالعرض كده ده قلل حاجه من الشيدد بارتس؟ لا طب لا لا زود حاجه على الشيدد بارتس؟ لا يعني ما لا زود ايه؟ ما زودش حاجه، هي نفس الحته اللي انا ملونها، لا زادت حاجه ولا اي حاجه. يعني انا لو حطيت كده الخط اقول لك ايه اللي موجود على اليمين وموجود على الشمال؟ قد بعض. هنا اللي موجود على اليمين وعلى الشمال نفس قد بعض. حضرتك كنت شرحت الحتة دي أصلا قبل كده في السنة الثالثة. شرحت لكم الحته دي في جريد 3. طب تعالى افتكر، تعالى معايا حبيب قلبي هنا مستر. طبعا الاثنين دولت يعتبروا ايكوافالنت فراكشن، يعني الاثنين قد بعض بس الشكل مختلف. دي بنوصل لها ازاي؟ تعالى اقول لك، تعالى اقول لك يا مستر احنا بنوصل ازاي للكلام ده. في البدايه هنا مستر احنا لسه قايلين ان الوان هول ايكوالز اي رقمين فوق بعض شبه بعض، يعني مثلا 2 اوفر 2، 3 اوفر 3 اند سو اون. طيب انا لو جيت قلت لك هنا مستر 2 تايمز 1 ايكوال كام؟ هتقول لي يا مستر ايكوالز 2، ده المرايه الايدنتيتي مالتيبليكيتيف ايدنتيتي بينزل لي النمبر زي ما هو. حلو قوي. طب لو جيت قلت لك هنا هاف تايمز 1 ايكوالز ايه؟ هتقول لي يا مستر ده ال1 ده الايدنتيتي المرايه، يعني ده هينزل لي الهاف زي ما هي. حلو قوي. طب تعالى بقى نشتغل شغل كبار شويه. هو مش احنا لسه قايلين ان الوان هول هو عباره عن 2 اوفر 2؟ اقول لك هتقول لي طب تعالى نشيل الوان ده ونحط اي فراكشن امت 1، الفاليو بتاعت 1 اللي هي تعتبر 2 اوفر 2 مثلا، نشيل الوان ونحط 2 اوفر 2 ونبدا نعمل مالتبلاي مع الهاف ونشتغل يا مستر. حضرتك هل الناتج بتاعي هيختلف في قيمته عن الهاف اللي فوق دي؟ مستحيل، ده انا عامل تايمز لا 1، يعني الهاف دي هتنزل لي هاف هنا بس شكلها متغير. يبقى انا مستر انا عملت مالتبلاي مع ال1 هو ده اللي نزل لي الهاف، نفس مستر الفكره. انا مش فاهم يعني ايه شكلها من غير يعني هتفهم دلوقتي، هتفهم دلوقتي. حضرتك هنا مستر انا لما اعمل تايمز 1 بينزل لي نمبر زي ما هو، طب ده انا يعتبر برضو عامل تايمز 1. ال2 اوفر 2 دي اكني عامل تايمز 1 هول. فهتبدا تقول يا مستر النيميريتور هنعمل له مالتبلاي مع النيميريتور. ده طريقه المالتبلاي بقى، اللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض، النيميريتور مع النيميريتور والدينومينيتور مع الدينومينيتور. هنبدا نقول يا مستر 1 تايمز 2 بكام؟ ب2. حضرتك 2 تايمز 2 بكام؟ ب4. فور حضرتك دلوقتي انا استنتجت ان ال1 اوفر 2 هي التو فورس اللي احنا كنا لسه راسمينهم دلوقتي، بس طلعناها بالايه؟ بالماس، بطريقه يعني علميه شويه رياضيه بالنسبه لنا. يبقى انا يا مستر عن طريق المالتبلاي
بوصل للايكوفالنت فراكشن، بس مش مالتبلاي مع اي حد، ده المالتبلاي مع رقمين فوق بعض ولازم يبقوا شبه بعض، ولازم يكونوا ايه؟ شبه بعض. حضرتك زي ما تعمل مالتبلاي فوق مع 2 تنزل تحت وتعمل مالتبلاي 2. طب يا مستر حضرتك هنا في المساله بتاعتنا انا هعمل بمزاجي تايمز 2 او تايمز 3؟ لا، هو السؤال بيجي لك بطريقه ثانيه اوريها لك. هو ممكن يجي يقول لك هنا مستر مثلا 1 اوفر 3 ايكوال 3 اوفر كام؟ فانت هنا يا مستر خلي بالك بقى هتشتغل على ايه؟ هتروح للنيميريتورز اللي فوق اللي هم التو نيميريتورز اللي عندك دي، وتبدا تقول 1 دي مستر 3 اوفر 6. شاطر 3 اوفر 9 مش 6. حضرتك هنا هتبدا تقول ال 1 دي بقت 3، عملت لها تايمز كام؟ هتقول لي 1 تايمز كام يديني 3؟ لا ده 1 تايمز 3، وزي ما عملنا تايمز 3 فوق ننزل تحت ونعمل تايمز 3. طب 3 تايمز 3 بكام؟ بنحط مستر ممكن تشرح آخر حتة دي تاني معلش؟ تاني مستر حضرتك ما كنت ازاي ما كنتش اقدر فاهمة. اجيب الدينومينيتور بالنسبه لنا للفراكشن؟ حضرتك هنا بتبص على الارقام اللي موجوده عندك، ايه الرقمين اللي موجودين؟ الاثنين اللي فوق ولا الاثنين اللي تحت؟ لا حضرتك اللي موجود قدامي دلوقتي النيميريتورز الاثنين اللي موجودين فوق، فانت هتبص ال1 بقى كام؟ 3 كبر، فبنعمل له ايه؟ تايمز. احنا متفقين ان احنا بنجيب الايكوفالنت عن طريق التايمز مع ال1 هول اللي هو رقمين فوق بعض شبه بعض، فانت هتبدا تقول ال1 بقت 3 تايمز كام؟ 3. لازم تنزل تحت وتعمل تايمز 3 عشان ده يبقى 3 اوفر 3. 3 اوفر 3 اللي هي قيمتها ايه؟ الوان هول ال1 هول، عشان ما يغيرش الفاليو بتاعته لازم يبقى رقمين فوق بعض شبه بعض، 3 اوفر 3، 4 اوفر 4، 5 اوفر 5، اي رقمين فوق بعض شبه بعض. تنزل تحت يا حبيبي عشان تجيب البرودكت بتاعك لل 3 فهتعمل لها تايمز 3 هتطلع بكام؟ ب 9. سؤال تاني، تعال نشوف كده سؤال تاني. جاب لنا هنا مستر مثلا 2 اوفر 5 ايكوال كام اوفر 10؟ هحل السؤال ده ازاي يا مستر؟ حبيبي ركز، انا اللي عندي هنا الدينومينيتورز هشتغل تحت بقى مش هشتغل فوق، هتبدا تقول ال 5 كبرت بقت كام؟ 10. عملت لها تايمز كام؟ تايمز 2 5 تايمز 2. حضرتك مجبر تطلع بقى وتعمل تايمز 2 فوق، وتبدا equal تقول 4 2 تايمز 2 كام؟ 4. 4 يبقى انا مستر الفراكشن بتاعنا عباره عن كام اوفر كام؟ 4 اوفر 10. بس هي انا سهلة بس محتاجة تفكير شوية. اكيد طبعا محتاج احجز تايم تيبل، لو انت مش حافظ تايم تيبل مش هتشتغل. مستر لو جيت قلت لك هنا 3 فورث ايكوالز 9 اوفر كام؟ ها حد يعرف؟ أنا مستر ليه السنوات لا انت مش كده فكر ممتازين اللي قال 12، ممتازين اللي قال 12. طب جيت 12 ازاي؟ تعال حبيب قلبي هنا ال 3 بقت كام؟ 9. عملت لها تايمز كام؟ حلو جدا، يبقى هنزل تحت واعمل تايمز كام؟ 3 3 تايمز 4. مثل ولد سؤال كمان وانتوا اللي هتجاوبوا. جاب لك هنا مستر مستر يعني مستر يعني لا بس هو ممكن هو لازم يجي لي السؤال يعني مثلا 3 تايمز يعني بيقول لي تايمز حاجة في ال يعني هو جايب لي الإجابة بتاعتها أكيد طبعًا، أكيد طبعًا يا حسن. بس تبقى لازم تبقى مناسبة عشان ممكن يبقى فيها غلطة في السؤال لا يعني مفيش تبقى حاجة، مش هيجي لك حاجة فيها غلط. جايب لك هنا 4 أوفر 5، 4 فيث إيكوالز 16 أوفر هتلاقيها مستر 20 20 ويت. إجابة صح. مستر حضرتك هنا هتبدا تقول الفور عملت لها تايمز كام عشان تبقى 16؟ 4 4. يبقى انا هنزل تحت واعمل تايمز كام؟ 4 4 تايمز 5. 20 طب 20 شباب تعال نتكلم شويه،20 تعال نتكلم شويه نصعب شويه السؤال.
لو جيت قلت لك هنا يا مستر، طبعا انا هربط بقى الكلام اللي انا قلته، انا قلت لك من شويه اي هول، يعني لو عندي 2 كده، ال 2 دي ممكن نعملها فراكشن ونعتبرها ايه؟ 2 اوفر كام؟ 1. اي هول ممكن اكتبه فراكشن ويبقى اوفر 1. لو جيت قلت لك هنا مستر مثلا 16 اوفر كام ايكوالز 4، فور الاجابه 4 صح. شاطر. طب جيت ازاي يا مستر 4؟ حضرتك عملناها في الحل فور هي هنا ليها طريقتين حل، انت ممكن تقول 16 ديفايدد باي بنعمل كام يدينا 4، 16 ديفايدد باي كام يدينا 4، بس انا ما بحبش الطريقه دي. فور او ممكن فور تايم اذا كان يكاس كستين مثلا هنا مستر انا بحب الطريقه الثانيه الطويله، لان هي دي بتشغلني هنا. ايه هي الطريقه الطويله مستر؟ انت بتعتبر حبيب قلبي ان الفور دي عباره عن 4 اوفر كام؟ 1، وتبدا تقول الفور بقت 16 عملت لها تايمز كام؟ 4 4. 4 جميل جدا، هنزل تحت واعمل تايمز 4، 1 تايمز 4 بكام؟ 4 4. شكرا، مش عايز اكتر من كده. يجي يقول لك هنا مش مستر فاهمة مستر تاني تاني مستر، حضرتك انا حليت بنفس الطريقه اللي تحت هنا يا عبد الرحمن يا يا جلال، عمر يا مستر يا عمر، يا عمر، هنا انا حليت بنفس الطريقه اللي تحت، بس انا الفور اعتبرتها عباره عن 4 اوفر 1، انا اللي حليتها ب 4 اوفر 1، لان انا لسه قايل لك اي هول انا اقدر اكتبه، يعني ال 2 دي ال 2 انا ممكن اكتبها 2 اوفر 1 كفراكشن. تعالى ناخد سؤال تاني كده ونشوف. لو جيت قلت لك هنا مستر 10 اوفر كام ايكوال مثلا 2 هول، طيب 5 طيب صح؟ 5. جيت ازاي؟ انا هعتبر يا عمر ان دي 2 اوفر كام؟ وان وابدا اقول ال وان 2 بقت 10 عملت لها تايمز كام؟ فايف 5. فايف وننزل فايف تحت نعمل تايمز كام؟ فايف 1 تايم فايف 5 بكام؟ فايف فايف بس فايف ده اللي انا عايزه. لسه حد مش فاهم يا ولاد؟ سهلة يا مستر عايزين مسائل أصعب مستر تعالى سؤال كمان. لو جيت قلت لك هنا حبيب قلبي مثلا what is the number over 4 equals 3؟ هتبقى twelve 12 12. 12 excellent. جيت ازاي؟ 12 تعالى قول هنعتبر ال 3 دي 3 اوفر كام؟ 1 4. 1 ونبدأ نقول ال 1 بقت كام؟ 4 عملت 4 تايمز كام؟ 4 4. 4 يبقى انا اطلع فوق اعمل تايمز 4، 3 تايمز 4 بيكوا 12 12. well. مسألة أخيرة، آخر مسألة. لو جيت قلت لك هنا يا كده مستر، مسألة حلوة في الدراسة لو جيت قلت لك يا مستر what is the number over 5 equals 2؟ تن 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 نعم، اكسلنت. طبعا يا تن مستر دي 2 اوفر 1، 1 تايمز كام يديني 5؟ فايف نطلع فوق ونعمل تايمز 5. اليافين. طيب قبل ما نقلب ونروح لحل حضرتك كده، لو جيت قلت لك 3 اوفر 3 ايكوالز كام؟ 9 9 هول 1 1 هول.9 اكسلنت. 9 ايه يا راجل، ده انا لسه كاتبها فوق ما مسحتهاش اهي. ده 3 اوفر 3 ايكوال 1 ولا ايه؟ معناتها 3 ديفايدد باي 3، 3 ديفايدد باي 3 1 هول. طب لو جيت قلت لك هنا مستر 8 اوفر 2 ايكوال كام؟16 غلط، 16 4 4 صح. هنا مستر دي تعتبر 8 ديفايدد باي 2، 8 ديفايدد 2 بكام؟ 4 طب لو جيت 4 قلت لك هنا مستر 12 اوفر 3 4 4 4 4 4، لو جيت قلت لك هنا 20 اوفر 4 5 5 هتبقى ايكوال5 كام؟ 5 جميل جدا، حلو جدا.